اسمعوني شوي شو بدنا نعمل اليوم. اليوم بالمبدا قبل ما اجي حطيت على تويتر انه الحصه لازم تكون على الفرق بين الحلم وبين بين الامنيه وبين الهدف. كل واحد منا هلا يقطع قدام المرايه يطلع بحاله، يحط عينيه بعيني حاله ما بال هيك، ويقول لها ما بال كم كلمه حلوه، ويلا قديش هي حلوه، شو فيها اشياء حلوه. لازم تعددوا خمس صفات ايجابيه انتم بتشوفوها عن حالكم. أوكي. يعني لك يا ميلاد قديش انت هيك اول شيء وايجابي وبتحب الحياه، برافو عليك، لانه عم بتحب شغلك، بتحب شغلك بتصار اكاديمي والتلاميذ بحبوك وانا بفتخر فيك. اوكي انا بلشت اول واحد، يلا ما بال. يلا اول شيء بدنا نعمله بدنا نخلي جسمنا يساعدنا. حطك اقوام. يلا ما بال. ما بال انت شخص قوية. شو؟ قوية. مش واضح كان بصوتك، قولي لها إذا قوية علي صوتك تتسمعك. قوية. برافو. شو بعد؟ ومهضومة. برافو. بتحب الحياة. وبس نخلص عفواً. سوري ما بلقلك أنت أول وحدة عم نتعلم كلنا فيك. بس نخلص لازم نقلها ونحن كلنا مندعمك. ما بين أنت شخص قوية ومهضومة وبتسامحي وبتحب الحياة وبتعرف ترقص كثير منيح وبدك تتمرن على الغناء اكثر. احنا كلنا بندعمك. يلا برافو علي. علي انت انسان تفكيرك اكبر من سنك، انت كثير الناس بيحبونك، كمان صوتك حلو وهدفك قريب منك. وانا عن نفسي بحبك. ونحن كلنا بندعمك يا علي. مرتضى انت شخص طيب، عقلك كبير، صوتك حلو، وهدفك قريب. بعد وحده؟ بعد وحده؟ قل له انك بتحبه مثلا، بتحبه؟ احب كل اصدقائي. وبتحب حالك؟ قل له انا بحبك. اكيد احب حالي. يلا جريت، نحن كلنا بندعمك مرتضى، برافو. انا بحبك وانت شاب حلو ومهضوم. وعندك شيء على المسرح ما حدا عنده اياه، وكثير حلو، مش قادر اقول لك قد ايه حلو. نحن كلنا بندعمك. ونحن كلنا بندعمك. محمد انت شخص متواضع، طموح، طيب وذكي وصريح. احيانا الصراحه دي بتزعل الناس منك، بس انا شخصيا بحبها فيك يعني. نحن كلنا بندعمك محمد. مروان يا مروان، بحب فيك قلبك الكبير، بيساكل الناس، بحب فيك مسامحتك، اوقات طولت بالك، بحب فيك تعصيبك بوقته بمحله، اللي بيحل اوقات مشاكل اوقات ما بيحلها، بس معظم الاوقات منيح. بحب حبك لرفقاتك، تحب تساعدهم، تحب تشوفهم، تحب الافضل لهم مثل ما بتحب الافضل لك، وانا بحب كل شيء فيك. نحن ندعمك. دينا انا بحب فيكي انك حنينه، طيبه، قلبك كبير، شايله هم كل اللي حواليكي، مش شايله همك انت بس. صوتك حلو، شكلك حلو، ستايلك حلو، شعرك بحب فيكي شعرك جدا، بحب عينيكي، بس بحبك. نحن كلنا بندعمك. شاطر، انا بحبك كثير، انت حدا حلو وصوتك حلو وادائك عم يتحسن يوم عن يوم. اكثر شيء بحبه فيك انه قلبك طيب، انه بتحب كثير الاشخاص اللي حواليك. ما تخيل قديش بحبك. نحن كلنا بندعمك شاطر. انيس، نحب فيك طبيعتك، نحب فيك حبك لاصحابك، انت شخص كاريزماتيك على المسرح، انت شخص الان راك تحقق في حلمك، وكل الاحلام اللي حققتها من قبل راك تعمل عليها، وانت انسان مجتهد وانا بحب فيك اجتهادك ونحبك بزاف. احنا كلنا بندعمك. هايدي، بحب فيك ان انت انسانه مسؤوله، انسانه طيبه، قلبك مش بيشيل من حد، حلوة،
بس نحن كلنا بندعمك. كان بغيك وانت حنونة. وقفتك على المسرح زوينة بزاف وغادي توصلي وكان أمن فيكي و وأنا زوينة وجاسر. شكرا لك، نحن ندعمك. يلا محمد، بحب فيك انك مرتب، وبحب فيك وسامتك، بحب جدعنتك وحبك للي حواليك، وصوتك حلو وعايز توصل. جريت. كان بغي في راسي انني كان بغي راسي بزاف، و عارف باللي عندي احساس وعارف غلطت نو غلطت يا هو عم يسمع سلام. انا شخص احكيه هو ولا احكي على حالي؟ قل له انت، قل له انت، انت قل له انت، قل له انا. كان بغي فيك إيهاب انك كتبغي راسك و ايه شو يلا بكيت حدا انا؟ هي هي مبال متضايقه بس لوين راحت مبال هون؟ اوكي هلا بحكيها، كمل احكي. اوكي رح وصيكم عليه يعملها لحتى اشوف مبال شو بها، وبس يخلص قولوا له نحن ندعمك. اوكي مين المسؤول؟ مين الاستاذ؟ حنان انت محلي، خدي دور الاستاذ. بعد مين عندك يقول؟ سكينة. لا بلا يلا شو بك ليش عم تبكي؟ لا قلت العيد لانه بدي اياك تكوني قويه، لانه بدي اياك تكوني قويه، لانه انت قادره تعمليها. ما بدي يلا ما بدي ابين. شوفي في شيء حدا مزعلك؟ لا بس ما بدي. خلص هلا بدي. سهيلة، اكثر حاجه نحبها فيك انك تحبي الخير للناس قبل ما تحبيه لنفسك. بريئه، يعني نظيفه من داخلك، انسانه مسامحه وتعرف المسؤوليه، تحملتها بزاف من قبل ومستنيه انها تتحمل. طموحه وموهوبه وعندها الحق انها توصل، وعندك حق انك توصلي. واكثر حاجه تانية نحبها فيك انك متواضعه. نحن ندعمك سهيلة. او هن كل واحد حيقول عنك شيء او انت بتقولي يا مبال. يلا هن احنا نقول هن يقول شو بمراحل. جريت يلا كل واحد يقول له شيء لمبال، بس قعدي هون تنبسطي فيهم. يلا الملك، الملكه مبال. يلا يلا كل واحد حيقول. نبلش من شنطه. يلا شنطه بسرعه. قلبك كثير حلو. قلبك حلو. حيوت قلبي حبيبه قلبه. بموت فيك. عقلك كبير قوي. عقلك كبير يعني هالقد عم بضربها. حنان طموحه وهالقد بحبها. واو شفتي شفتي سوري. بابا ملك عمص. شفتي أكثر شخص علمت منه في الأفلام الأكاديمية. بس أيوة قلباء قلب طفلة وعقلها كبير. تسمعيني بقولي؟ بغيت نقول مابل أن كنحب فيها الطفولة اللي فيها وحتى أنا فيها، وتعاتبنا عليها أنا وياها على الطفولة اللي فيها. بغيت نقول أن شي ناس في ناس كبار فقد الطفولة وعايزين يشوفوها في أشخاص تاني. صح. واو. أنا طفولي بحب في مبال إنها عاقلة وطموحة وعندها هدف وهي عارفة إن أنا بحبها قوي. أنا كمان نفس اللي قالته دينا وبحبها قوي، وهي أكتر شخص أنا متعلمة. واو. مبال إنسانة جدية. وأحب أقولها أموت عليها. مبال أحبك وإنسانة ذكية جدا ومواهبها أكثر، يعني موهبها أكبر من سنها، بس إنه من جد ذكية وبنحبك. لا ما فهمت.